أناب الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام لحضور جانب من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الوزارة بمناسبة يوم البحرين الرياضي. وبهذه المناسبة أشاد رئيس الأمن العام بتوجيهات معالي وزير الداخلية بمشاركة كافة منتسبي الوزارة في الفعاليات والأنشطة الرياضية التي نظمتها الوزارة عبر برنامج رياضي متكامل شمل كافة الإدارات للاحتفاء بهذا اليوم الوطني، والذي يجسد الشراكة المجتمعية وإعلاء للرياضة كقيمة وممارسة لها دور رئيسي في تعزيز الصحة العامة وتحقيق السلامة المجتمعية. أشاد رئيس الأمن العام بدور الاتحاد الرياضي للأمن العام وكافة إدارات وزارة الداخلية والتي شارك منتسبوها في الفعاليات الرياضية التي تم إطلاقها بهذه المناسبة من خلال برنامج رياضي متكامل بدأ بممارسة رياضة المشي لمسافات متفاوتة، فيما شملت الفعاليات العديد من الألعاب الرياضية منها الجري وشد الحبل وكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والبلياردو والتنس والأراضي والغولف، بالإضافة إلى محاضرات تثقيفية ومسابقات متنوعة. كما شهد رئيس الأمن العام بهذه المناسبة الأدوار النهائية للمسابقات الرياضية والتي كانت قد انطلقت قبل أيام ونظمتها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للأمن العام ونادي ضباط الأمن العام. كما شاركت الوزارة في مختلف الأنشطة والفعاليات والألعاب الرياضية التي نظمتها اللجنة الأولمبية البحرينية بالقرية الرياضية بالقرب من استاد البحرين الوطني. وفي ختام الفعاليات قام رئيس الأمن العام ونيابة عن معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف العاملين في المجال الرياضي لأكثر من 25 عاما، بالإضافة إلى منتسبي الوزارة الذين حققوا إنجازات رياضية في عام 2018 وكذلك الحاصلين على المراكز الأولى في اختبارات اللياقة البدنية. كما تم تكريم الفائزين في المسابقات الرياضية وتسليم الكأس للمحافظة والإدارة الفائزة متمنيا سعادته للجميع مزيدا من التوفيق والنجاح. اولا انا ارفع جزيل الشكر والامتنان الى يعني سيدي معالي الفريق اول ركن الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخليه على اتاحه الفرصه لجميع منتسبي وزاره الداخليه المشاركه في هذا اليوم. احنا الحمد لله يعني مساله اللياقه البدنيه والرياضه في وزاره الداخليه بحقيقه محصله اهتمام كبير من معالي وزير الداخليه كونه هو الحقيقه الرياضي الاول في وزاره الداخليه. هذا اليوم مهم بالنسبه لنا، يرفع الوعي عند المنتسبين وزاره الداخليه ويشجع الناس على المشاركه. مثل ما تعرف وزاره الداخليه لها مشاركات عديده في كثير من الانشطه الرياضيه، بل الحمد لله لاعبينا ومنتسبين حققوا بطولات، حققوا ارقام قياسيه في كثير من الالعاب الرياضيه سواء كان على الصعيد المحلي او حتى الدولي. فيعني هذه مناسبه ان احنا ايضا نشكر فيها رياضينا ونكرمهم في هذا اليوم، بالاضافه الى يعني توعيتهم وحتى يعني اهاليهم وعوائلهم والمجتمع بشكل عام. وودي بصراحه اشكركم على هذا اللقاء، وهذه مناسبه ايضا لي ان يعني اتقدم بالشكر الى الاتحاد الرياضي للامن العام وكذلك الى نادي ضباط الشرطه اللي اتاحت هذه الفرصه لنا اليوم ان يكون نقيم هذا اليوم في 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 هذا الصرح تابع وزاره الداخليه. والحمد لله احنا في هذا اليوم ننتظر بفارغ الصبر، يعني احنا نمارس الرياضه خارج العمل، لكن اليوم له ميزه خاصه لان البحرين كلها تحتفل بهذا اليوم، ويعني نلاقي زملائنا الضباط من جميع القطاعات من غير يعني العمل ونطلع من مجال العمل ونتلاقى معاهم في مجال رياضي، فالحمد لله يعني الرياضة مطلوبة في هذا الأمور. يعني وزارة الداخلية دائما بناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية حريصة كل الحرص أن هي تتفاعل مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب في تنفيذ هذه البرامج. أيضا لاحظنا أن احنا وزارة الداخلية دائما تكون فعالة سواء من ناحية الأمنية في التنظيمات الأمنية لهذه الفعالية أو من ناحية المشاركة، سواء كانت المشاركة على مستوى الفعاليات راح تكون خارج وزارة الداخلية أو المشاركة من ناحية إدارة وزارة الداخلية تكون داخل وزارة الداخلية. اليوم لله الحمد لاحظنا أن معظم إدارة وزارة الداخلية أقامت النشاط الرياضي الصباح
الصباحي وتواجدت بشكل فعال كبير. ايضا نلاحظ اليوم احنا العصر مثل ما انتم موجودين ويانا تشوف ان اليوم راح يكون ختام هذا النشاط الرياضي، خصوصا ان احنا وزارة الداخلية تعودنا ان احنا نبتدي قبل اسبوع وصولا الى اليوم الرياضي، في تصفيات جميع الادارات والسنة شاركنا معنا المحافظات في العاب كثيرة متعددة، واليوم ختامها بحضور سيدي سعادة رئيس الامن العام على اساس انه يكرم هؤلاء الاشخاص اللي مارسوا في الرياضة خلال هذا الاسبوع.